صباح الخير للجميع، ضلوا بخير، ايامكم سعيده يا رب العالمين. اليوم 5 آب، يعني صار في تغييرات بكواكبنا لانه عطارد دخل على برج الاسد، انضم للشمس الموجوده في برج الاسد. طبعا بدها يومين لسه زهره لتدخل على برج السرطان، هلا لاخر الايام تقريبا هي في برج الجوزاء. المشتري ما زال متراجعا الى جانب زحل 2 في برج الجدي والمريخ في الحمل. هلا هون بيعطي تحذيرات صحيه لمواليد برج الميزان، مواليد الحمل، الجدي والسرطان، لازم ينتبهوا صحيا. اول اخباري لعزيزنا مولود برج الحمل اليوم، ممكن في حدا من الذكور يضايقك، ربما العيون اليوم عليك، في شيء متعبه لمولود برج الحمل، مانو كتير الاريح. حسنا تفعل اذا حاولت تراجع حساباتك، تقعد مع حالك تشوف وين الاخطاء اللي نحن عم نرتكبها. وارد كليتنا بشر وبنغلط على كل الاحوال، في شيء كانه عم بيصير غضبه او عصبيته لمولود برج الحمل اليوم، يمكن حتى قصص ما بتعني. على فكره مولود برج الحمل اكثر الابراج اللي بيتضايق على اشياء ممكن تكون ما بتعني، يعني هو اكثر الابراج. مولود برج الثور يوم للعلاقات الاجتماعيه بامتياز، عم تسافر، عم تستقبل ضيوف من سفر، عم تفتح ابواب عاطفيه لمن حولك بالمجمل، او مرتاح هادي، يعني اليوم الامور ايجابيه افضل كثير من الكم يوم اللي راحوا كنت ما كثير مبسوط. اليوم عم تهمك صداقاتك، عم تحط خطط للمستقبل يمكن، والناس الجدد اللي حواليك اليوم عم بيصيروا اهتمامك. ما بعرف اذا نازل عسو او مسافر، يعني وارد التعارف اليوم. الجوزاء اكثرنا تعبا، وانتبه اليوم من المحتالين، محتالين او الكذابين او هدول الاشخاص اللي بيحكوا اشياء ما بيعملوها، يعني اليوم كانه لانه اليوم اميل مولود برج الجوزاء الى احقاق الحق او تصحيح الامور، عم بيحاول قدر المستطاع يرتب اموره، بس اليوم في نقد، في لوم، في ممكن يكون نوع من انواع الشجارات، يعني ما كثير مبسوط او مانه باريح حالاته. اليوم يوم انا بعتبره مضغوط فيه من الاخرين وقابل للصدام مع الاخرين. مولود برج السرطان، من امبارح قلت لك عندك يومين ثلاثه حلوين، سواء لحوارات، سواء لتحسن امورك، لتلتقى بناس انت بتحبهم، ليكون عندك اتصال او دعوه او تجمع او نوع من انواع العروض، او حتى سفر اذا وضعك يسمح. عم بحالفك الحظ بقضيه تهمك مولود برج السرطان. مولود برج الاسد اليوم كمان الامور بالنسبه له مريحه، يوم فيه مساعدات، فيه لقاءات، فيه ممكن امور سفر، فيه تشجيع او طمانينه بالمجمل، او انت مسؤول عن محيطك، ممكن تناقش ببعض الامور الماليه وتلاقيها ايجابيه اليوم، في مساعدات ربما ماليه او عائليه، في شيء ممكن يرجع لك اليوم حيويتك وطاقتك. هلا بالغالب السفر او التعارف او حتى قصص مالية. مولود برج العذراء اليوم الامور بالنسبه لك العلاقه ببعض التعب، غالبا تاجيل، تاخير، نزاع محتمل، عصبيه محتمله، محاولات اساءه، قد تعاني ظلم مولود برج العذراء اليوم من الاخرين، او قد تتاخر او تتاجل بعض الامور. هلا انا برايي ابتعد اليوم عن التصعيد تماما مولود برج العذراء، مالك ابدا مصلحه بالدخول باي نزاع او صراع مع الاخرين. مولود الميزان عنده 100,000 قصه شاغلته اليوم، واهم القصص اللي شاغلته الامور الصحيه، وانا بدي بشكل جدي انك تنتبه على امورك الصحيه، يمكن لانه انت اصلا فاقد للطاقه هاي الفترات، وفعليا وجود المريخ في الحمل بخليني حذرك بالامور الصحيه بشكل جدي. غالبا اليوم انت محبط، عم تحاول تني عملك، شغلك كثير وشوي كسول هيك، ضايق خلقه، ما له نفسه يرتاح ينام، مع انه الشغل اليوم ما راح يخليه لا يرتاح ولا ينام. مولود برج العقرب اليوم الامور افضل بكثير بقى من كم يوم اللي راح، وصار لك كم يوم مكركب، اليوم الامور افضل لمصالحات، ربما مشغول بامور الاصدقاء، تميل الى استسهال الحياه، لقاءات او علاقات او اخبار او متاهات للجديد او مصالحات، انا بعتبره احد الايام الجيده اللي عم تستعرض فيها مواهبك، قدراتك، ومبسوط بمن حولك عم بتفاوض او عم تطلب. مولود برج القوس، انت اللي شوي قلقان اليوم، ما بعرف قلقك بعدك عمن تحب، قلقك سببه اخذ عطاء او جدال مع الاخرين، قصه عائليه ربما. هلا انا بقول قرب من الناس اللي بتحبهم اليوم بهاتف او بسؤال مولود برج القوس، وحاول تكون منتبه لانه غالبا في مشاكل صغيره، بس يعني ما راح تحلها كلها دفعه واحده، فلا تفتحها كلها دفعه واحده.
عزيز ده مولود برج الجدي، اليوم للحركة للنشاط للأشقاء للأهل، ليكون المحيط حواليك متعاطف. ما بعرف إذا مشغول بزوجة بأهل بذكور بأسرة أشقاء شقيقات، بس غالباً اليوم للمصالحات أو للتجمعات أو لقصة تعنيك مولود برج الجدي معنوياً شخصياً، أمورك العاطفية ممكن تكون باشرت بالمجمل تحسن. هلأ عطارد ودخوله إلى برج الأسد كتير بلش يريحك، سواء بالعمل سواء بالعواطف. مولود برج الدلو غالباً أموره المالية عم تشغله اليوم، وغالباً حاول تقتصد قدر المستطاع لأنه المتطلبات كتيرة، وهي الأيام عم كأنه بينك وبين حالك حابب تطالب بزيادة بالراتب أو تدور على مصدر آخر للدخل. بس على كل الأحوال يعني لا تصرف على ما لا يلزم مولود برج الدلو. مولود برج الحوت الأمور اليوم بالنسبة له جيدة، فايق بكير وعنده نوع من أنواع النشاطات، غالباً عم تمارس سحرك على الآخرين. في محبة، في تغيير اليوم، نومتك، فئتك، شكلك، علاقاتك، تواصلك، عم تغير بديكور البيت مثلاً، عم تغير شيء بشكلك مثلاً، يعني في شيء له علاقة بالأفراح أو ممكن يخلق لك سعادة. هلأ أصلاً ابتداءً من 8-8 ودخول الزهرة إلى برج السرطان رح يبلش بقى يحمل الأمان والسكينة إلى حياتك العائلية والشخصية. خليني عايد مولود اليوم، مولود 5-8، واتمنى له السعادة. الأكثر صراحة بين مواليد برج الأسد والأكثر وضوح، من الأشخاص اللي مرح، بحب الآخرين، يجيد التواصل معهم، متسامح ليس حقود عموماً، بيمتلك قدر من المجاملة والمصلحة، حدا بيحكي يعني ما عنده أسرار، وما تحط سره عندك سره لأنه رح يفشيه أو رح يحكيه. عموماً شخص بيشتغل تاجر كاتب، يعني من الأشخاص اللي عندهم نوع من أنواع المحبة للآخرين، بيعيش يومه وبيبحث عن التقدم عموماً. سنة كتير مهمة بالنسبة له، خاصة من بعد 9، بس الحظوظ بلشت تساعد لمشاريع جديدة، وغالباً في شيء من المشاريع ممكن يكون إيجابي بهاي الفترات وجيد وله علاقة بتغييرات. السنة بالمتبقي منها أهم من اللي راح لأنه فيها تغييرات. نيبال مواليد 2001، ما عرفت نيبال شاب ولا صبية، بس سنة جميلة جداً يا نيبال بالمتبقي منها، يعني مو هاد الشهر، الشهر اللي بعده، آخر 3 شهور بالسنة مبشرة بتغيير، تغييراتك صينية نيبال أكثر ما نقول إنه غربية. رهف 97، يسعد أوقاتك يا رهف. رهف بلشت الأمور تتحسن، وابتداءً هلأ من 8 بتبلش الأمور بقى كتير تريح مثل ما قلنا، خاصة على الصعيد العاطفي والعائلي، اللي بظن أغلب مشاكلك كانت عائلية شخصية. يسعد صباحكم وتضلوا دايماً بخير، أيامكم سعيدة.